في البداية أقول لكم كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم عليكم على عوالكم على شعبنا وكل ناسنا الطيبين. اليوم حبيت أشوفكم بعد ما وعدناكم بنعمل أكثر ما يمكن في تلبية طلباتكم في العلاج خارج العراق، وأقولها بكل ألم ووجع، كنا نتمنى الأمور تمشي أسرع من هذا، ولكن الظروف الدولية فيما يخص كورونا خلت البعض إجراءاتكم بطيئة، والأكثر من هذا بطئا هو إجراءاتنا التشريعية والقانونية في البلد تحط بيروقراطية. مع كل هذا تجاوزناها من أجل نتحقق أمنيتكم، وهذا شيء بسيط لا يمكن مقارنته أمام تضحياتكم قدمتوها. ولكن أقول حسستوني بإحساس وطني كبير لما دخلت القاعة، كل الشباب المصابين بالتظاهرات كلهم وجوههم كانت تضحك وتبتسم، هاي الابتسامة إن شاء الله تبقى مستمرة على وجوهكم، ويجب أن ننطي رسالة للناس عندنا فرصة أمل، ما حصل إن شاء الله ما يتكرر، ما حصل لكم ما يتكرر مع أي طرف أو أي شخصية أو أي مواطن عراقي. عندنا فرصة، نعم عندنا فرصة نعيد بناء بلدنا، نقدر نعيد بناء. فالمرة الثانية رحب بكم وأتمنى لكم تروحون، وحبقى أتواصل وياكم، وأتمنى عليكم تكونوا صبورين شوية، صبرتوا الحمد لله والشكر جت النتائج. أشكر السيد وكيل وزير الصحة دكتور هشام داود أخونا وكل الطيبين اللي اشتغلوا لينهار للوصول لهذه النتيجة. إن شاء الله وقت النتيجة الطبية تجيب نتائج أفضل ونرجع نستمر بالحياة مستمرة وبوجودكم، وأتمنى لكم كل توفيق، وإيش تحتاجون بخدمتكم هم نستمر. أشكر عوائلكم حقيقة، عوائلكم كانت يعني موازرة وضحت، وأرجع أقول ما حصل يجب أن لا يتكرر ما حصل، وأتمنى هم تكون رسالتكم أنتم للمجتمع، مطالبكم حقه، كل الناس أنت مطالب هي حق بها، ويجب أن نلتجئ إلى أساليب في المستقبل للتعبير عن احتياجاتنا عن احتجاجاتنا بطريقة تليق بالعراق، تليق بتاريخ العراق. وأنا متفائل كل شوية بكم، ومتفائل حتى في الوضع العام رغم انسداد السياسي، بس أقول هاي عملية ديمقراطية تأخذ وقت، والعراق مر بظروف صعبة معقدة، والناس عبرت عن نفسها واحتجاجاتها بطريقة معينة، لأنها تنتظر أنه ما تخسر وقت من حياتها وحقها. مع كل هذا إن شاء الله المستقبل يكون أفضل وأفضل، وإن شاء ترجعون بالسلامة تخدمون بلدكم، وما تحتاجوا أنتم وزملائكم اللي قد نحتاج ندعمهم في المستقبل سوف نستمر بهذا الدعم لكم ولكل العراقيين.